اسمي سلام الغبان، محلنا صار له تقريبا في 45 سنه بعالم الساعات. هسه اللي دا يرغبوا الشباب يعني اكثر الساعات اللي هي كوبي. ليش؟ لانه هو شيء مناسبه ومقارب على الساعات السويسريه واليابانيه كموديل وكترتيب وكسناتر، فتصير حاله حال الاصلي. الاصليه تدري سعرها يعني ما اقل سعر 800 دولار فما فوق. فالكوبي دي يجي رخيص، يعني يجي سعره مثلا 50,000 60,000. فاكثر الناس قامت تتجه تدو، والعالم اليوم صار سريع الموديلات يعني بالصناعه. فيقول لك هسه ما اخذ ساعه مثلا 800 دولار 900 دولار، وتدري اكثر الناس ما عندها المبالغ، يعني ياخذون شيء مناسب ويلبسوه، تصير حاله حال الاورجينال، بس هي بالفعل كوبي او ماستر كوبي. يعني هواي موديلاتكم، مو موديل واحد، وحسب الاذواق اللي هي كماركات، يعني هواي ماركاتكم، مثلا باتيك فيليب، اي بي، عندك كاسيو، مو هواي يعني ماركات موجوده بالعالم الساعات، مو مثل قبل. قبل تبدا يعني كانت معدوده، كلش محدوده العفو، مثلا جوفيال او مثلا ويستند او مثلا ساعات. بس اليوم لا، يعني كثره الماركات، وكل واحد قام يروح للصين ويضرب له فد ماركه خاصه له، هيك شيء يعني. فهو صارت ماركات بالساعات. مميزات يعني ستوب ووتش بيها، يعني عداد رياضي، مثلا توقيت دولي بها الساعات اكثر شيء تجي هسه، يعني تاريخ يوم، هالشغلات يعني موجوده. والله هي اذا هو مو بمصلحه راح يشوفها كل صعوبه التمييز، تبقى هي على ذمه ابو المحل بانه يقدر يكذب على الزبون او يكون صادق ويا الزبون. واليوم مبينة، ترى اليوم صارت عالم التكنولوجيا هاي، فالأكثر الناس قامت تعرف يعني تبين الساعة الكوبي عن الأصلي، كماكينة كطلاء كسير كلها يعني تختلف. الأصلي مبين، والتجاري الدرجة الأولى والثانية والثالثة هم مبين. فأي يعني ممكن واحد يتعرف عليه، بس مو شلون مثلا من أنت مو شغلتك وتروح تشتري شغلة مثلا، لازم تعتمد على أبو المحل وسمعة المحل. طبعا هاي هم تأثر هواية بالنسبة للمصداقية، فهو تعتمد على ابو المحل بعد، لازم يعني يكون صادق ويا الزبون، على مود الزبون يروح له ويرجع له، مو يروح له بعد بيه يرجع له.